يا تراوري مفتاح ضغط عالي من جانب الكعبي، كرة تعود إلى كلود أمين، الميدي يحاول الضغط، أمين هلالية ارتنى الميدا، هدف هلالي ما نفع ارتوى أمين في هذه اللقطة لم تكن أمين، الميدا خطفها، الميدا في الشباك سجلها، الهلال يتقدم، مهاجم يشم رائحة الأهداف، ماذا فعلت يا كلود؟ لم تسمع لما قلت قبل دقائق أنه خط فيها فادحة وثمنها غالي يا كلود، ممتازة من جانب الميدا، ربما تشعر أنه أو يتحدث البعض عدم جهد كبير عند اللاعب ومهارة عند المهاجم، لكن هذا الضغط العالي من جانب الميدا ينجح من خلاله في الوصول إلى هدف. الذهاب والعودة، ونتمنى التوفيق للمترشح نحو الوصول إلى أدوار متقدمة والوصول إلى المباراة النهائية. فريق عربي آخر هو الأهلي الإماراتي، هاف وقاتل من جانب سماء، فرد خطير باتجاه إلى أبتاي، هي واللمسة لمصلحة أخويا، والتعادل المساكني غلطة من سلمان الفرج، عفوا من سلمان الفرج، تقدم هدية للمساكني، هدية للمساكني من جانب نام تاهي اللي اخترق الدفاع، أكثر لاعب مرر كرات صحيحة في هذه البطولة، الهفوة القاتلة في مباراة اليوم، سعود كريري لا يتواجد، سلمان الفرج المعروف بإمكانياته الهجومية العالية، ولكن على مستوى الدفاع لم يكن على ما يرام في اللقطة الماضية. شوف الكرة كانت عادية في وسط الملعب، ضغط جماعي ثلاثة لاعبين، كرة افتكت من سلمان الفرج، نام تاهي مهارة في التمرير، والمساكني وضعها بشكل جميل جدا، سجل الأخوية هدف التعادل، خطير الكرة، عادت مرة أخرى إلى هي، خطير السالم وكعبي، التقدم من جديد الزعيم، هدف لكعبي، هرب كعبي، راح كعبي، وبعد ذلك سالم، حطها له، حطها له يا كعبي في المرمى، حطها له يا كعبي، غنوها الهلاليين وسجلها خالد، والهلال يتقدم بالهدف الثاني، هفوة قاتلة أخرى، وإلى كعبي في الدقائق الماضية مرك الزئبق من بين دون أن يعود، وكان سريعا وكان خطيرا وكان مهاريا ونجح في استغلال الكرة، شوف بالسرعة، يا لسرعة كعبي ويا لمهارته وتحركه الجميل، ونهاية الهجمة كانت بشكل جميل، طالما دخلت إلى المرمى وإن اصطدمت في القائم وساعدك فأهلا بك يا زعيم أيها الأسمر الجميل، أهلا بك يا خالد كعبي، ويريد أن يصل بعد ذلك في مثل هذه المواقف تنتظر، أوه يا هلالي، لكن لا تسمعها اليوم، تردد في أماكنهم في بيوتهم في مجالسهم، جميلة من سالم الدوسري، شهراني وكورة ثلثوها الزعيم وفعلها مرة أخرى، إدواردو، وين إدواردو؟ إدواردو نام في المباراة، والله على سالم مر الشهراني، وإدواردو وضعها في السباق، جميلة من ياسر، جميلة من سالم، جميلة وجميلة وجميلة من إدواردو، الرقم ثلاثة، الهلال ثلاثة، ليلة زعيم، ما أروع ليالي الزعيم، ليلة من ليالي الهلال الجميلة التي يقدمون فيها أداء رائع جدا، ينتصرون. نواف العابد طويلة خلف المدافعين، تحرك ممتاز من جانب فيصل درويش في مكان خطير، فيصل يحاول المرور يحافظ على كرته، درويش للوراء، ممتاز لإدواردو، إدواردو مر، تحرك من جانب ياسر الشرالي، لمسة ذكية لدرويش، البحث عن كرة عرضية، درويش مر، وعرضية برا،
سعيد. الله يا درويش، والله يا اردو. الرابع للهلال، الرابع للهلال. جميلة 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 الكرة من فيصل درويش وراس ادواردو. هدف رابع للهلال، هدف رابع للزعيم. فوق السما عالي يا محقق امالي، جمهورهم في البيت. سعيد برباعية وهم بعيدين، المدرجات كانت شاهدة على الانتصار. الأربعة يا معلم.